النهارده في الدوري المصري الممتاز الجونه فاز على الاتحاد السكندري 2-1. احمد عادل تقدم لي الاتحاد في الدقيقه 61، الهدف امام حضراتكم. بعد كده ايمن سعيد مكة تعادل لي الجونه في الدقيقه 74، هدف الحسم في وقت قاتل جدا عن طريق احمد حسام للجونه في الدقيقه 94 عشان يفوز الجونه ويحصد 3 نقاط جديده في سباق الدوري الممتاز. وبصراحه شديده الجونه عامل رن محترم جدا في الدوري، عامل مسيره جيده جدا في الدوري. ولما بقول مسيره جيده جدا هتيجي تقول لي يعني هو في المربع الذهبي هو بينافس يعني على الدوري؟ لا، مسيره جيده جدا على ضوء الامكانيات. لو بصيت على قائمه الجونه، لو بصيت على تشكيل الجونه، فممكن يجي في مرتبه المفروض يعني يكون في المنطقه بتاعه صراع الهبوط. بس الجونه السنه دي عشان عنده مدرب خبير، مدرب يعرف يتعامل مع اي قائمه. انا على فكره لما بقول لك انه اللعيبه القوائم اللي فيه اقل من الاسماء اللي موجوده في الدوري فهي اقل في الاسماء مش في امكانيات اللاعبين، لعيبه جيده في الجونه. بس نظريا الجونه المفروض يبقى تحت خالص. عمليا الجونه عامل شغل محترم جدا عشان مدرب محترم جدا الكابتن علاء عبد العال عارف يشتغل مع الفرقه دي بالامكانيات دي بشكل جيد جدا. وكعاده الكابتن علاء عبد العال يكسب يا ما اخسرش، ممكن اتعادل على قد ما بيقدر طبعا في مباراه خسرها الجونه، بس دايما الجونه فرقه دمها تقيل في الملعب على اي منافس، دمها تقيل بلغه الكوره يعني، اللي هو مش بسهوله تكسب الجونه، مش بسهوله خالص يعني. لما يبقى الجونه دلوقتي موجود في المركز السادس في الدوري، ده اكيد حتى هذه اللحظه انجاز يحسب للمدير الفني اولا وللاعبين، مجموعه اللاعبين اللي موجودين في الفريق حاليا. كابتن علاء عبد العال المدير الفني للجونه معايا عبر الهاتف الان. يا كابتن علاء مشرف ومنور والف مليون مبروك الفوز النهارده، اخبارك ايه؟ كله بخير؟ مباركه بخير، وبشكرك على المقدمه الجميله دي، والحمد لله فعلا الجونه عاملين حاله كويسه السنه دي في الدوري الحمد لله. المباراه النهارده كانت صعبه جدا جدا على الجونه تحديدا في الشوط الثاني، ورغم كده قدرت يا كابتن علاء تخطف هدف الفوز في النهايه. المباراه النهارده كانت ازاي من وجهه نظر حضرتك؟ هي المباراة صعبة من عقب انتهاء مباراتنا مع الزد والخسارة. كنت أخشى ما أخشى إن نخسر مباراتين متتاليتين، طبعا بتلعب الاتحاد فريق كبير طبعا وجماهيرية وفي مربع الذهبي من أول الموسم، فكان مهم جدا إن أنا ما أخسرش النهاردة. فمباراة صعبة طبعا، قدرنا الحمد لله. يمكن الشوط الاول كنا مستحوذين بشكل كويس قوي، يمكن اضعنا هدفين، وبعد كده جه الشوط الثاني الاتحاد احرز هدف، تصعبت الامور بشكل كبير، ربنا كرمنا بقى قدرنا نتعادل، وفي الدقيقه 4 من الوقت الضايع قدرنا الحمد لله نحرز هدف المكسب، فده شيء جاي جدا يحسب للعيبه والجهاز زي ما حضرتك قلت. وعايز برضه اشيد بالاداره، الاداره عامله حاله من الاستقرار كويسه جدا، ودي فرق كتير جدا معانا كجهاز صراحه وكلاعبين يعني الحمد لله. كابتن علاء النهارده وانا بتفرج على المباراه تحديدا في الشوط الثاني حسيت انه الفرقه بدنيا تعبانه، في مجهود كبير جدا عملوه، انا مش عارف اكيد حضرتك اكيد الادرى بهذا الامر، بس بدنيا انا حسيت الجونه النهارده مش في افضل احواله. لا والله ابدا مش كده والله كابتن كريم، انت عارف ان احنا بنلعب مباراة فريق، وبعدين احنا الجونه دي وضعيه خاصه. عارف ان احنا على طول ماتشات سفر باستمرار من القاهره للجونه لاسكندريه، فدي بتبقى الامور صعبه شويه على اللعيبه، ما بنلحقش نعمل الاستشفاء الكامل، بنقدر على قد ما بنقدر وبنحاول على قد ما نقدر ان اللعيبه توصل لمستوى في الاستشفاء كويس. فبتتكلم كل 3 ايام ماتش او 4 ايام ماتش بيبقى الاستشفاء صعب، لان انت بتتحرك من القاهره يعني المباراه اللي فاتت كنا في القاهره، وبعد كده رجعنا الجونه عشان خاطر نلعب النهارده مع الاتحاد، فبتبقى الامور صعبه شويه يعني، انما بنحاول نتغلب عليها. انما في نقطه بدليل ان احنا لو اللياقه واقعه او اللعيبه مش قادره لما تخسر واحد لا ممكن بقى يحصل انهيار ويجيب في الثاني والثالث، لا احنا مش هيقدر يجيب جون في الدقيقه 94. مش هقدر اجيب جول في الدقيقه 94 وان انت ضاغط وان انت عايز تجيب جول وكورنر في كورنر لغايه ما ربنا كرمنا الهدف.